ناس داخله بترميه في القسم، بيبي صغير عمره شهر. قال لي اصل مامته محبوسه وما لهاش حد. انا سميته ياسين. انا كنت متخيله بقى تتحبس شهرين ثلاثه، اكسب ثواب في الولد واخده في حضني. يا بنتي مش هتاخدي ابنك؟ قالت لي لا انا مش عاوزه ارميه. والله يا استاذه وانا بصحى الفجر اقول يا رب اعمل لي معجزتك، طب هو يمكن خير لي ياسين، طب انا اربط على قلبي، ما انا مش عارفه. بنت ولد. ولد بعد ما اتخرجوا من الجامعه ودول طبعا باباهم مات سنه 96، فطبعا ده خلى في قلبك فراغ. فراغ وجي ربنا سبحان الله وتعالى. موضوع ياسين هنبتدي، بدا معايا من 2019، كان شهر 7 تقريبا او شهر 8 مش فاكره بالظبط، كان في اسم تجمع اول، كانت بنتي عندها مشكله وانا كنت متواجده في الاسم بالصدفه، فلقيت بيبي صغير عمره شهر كان في القسم التجمع اول، ناس داخله بترميه في القسم والظابط يقول للامير روح ادهولهم والناس تيجي ترميه تاني ويمشوا يقولوا له احنا مش قرايبها ومش عاوزين الولد. فانا ناديت الامين بقول له ايه موضوع الولد ده، ده طفل صغير حرام، ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي اصل مامته محبوسه وملهاش حد وما ينفعش يخش معاها. قلت له ليه؟ قال لي اصله ملوش ورق، هي جايباه بطريقه غير شرعيه. كان عنده قد ايه دلوقتي؟ شهر. كان عنده فانا صعب عليا الولد. لقيتي الواد ملفوف في اللفه؟ وبيرموه بقى كده. الموضوع ده في اسم، انا بحكي الواقعه دي في اسم مش بحكيها ان انا واخداه من واحده. فقلت للامين انا ممكن اخده. فدخل الضابط قال له الحاجه هتاخد الولد. قام قال لي راح جاي لي الضابط نفسه، طبعا انا مش عاوزه اقول اسمه، الاسم كله عارف الموضوع ده من امنا الضباط لكله كانوا واقفين. فجي قال لي تباتي تليفونك يا حاجه، انت تليفوني. فتح لي المحبس بتاع الست اللي كانت محبوسه فيه في الحجز ده. فقال لها ابنك مع الست دي، ولما تخرجي اتصلي بيها خديها خدي ابنك منها. خلاص؟ تمام. بس انا كنت متخيله بقى تتحبس شهرين ثلاثه، اكسب ثواب في الولد واخده في حضني. اتحبست قد ايه؟ ثلاث سنين. الولد معايا من 2019 وتطعيم. وتطعيم بقى ازاي؟ لاني ما عنديش ورق ليه. ليا زبايني دكاتره فحكيت لهم موضوع الولد، ساعدوني في حكايه التطعيم دي، بقوا يطعموني ربنا يبارك لهم. وربنا يعلم انا ربيته ازاي وتعبت فيه ازاي وكنت بخاف عليه ازاي. الصور هتوضح كل حاجه. بس فانا طبعا امه خرجت شهر 10 اللي فات ده. لا احنا 2022، هي خرجت 2021 تقريبا شهر 10 اللي هو عفو بتاع 10. بس كلمتني في التليفون من الاسم التجمع برضه، أما السجن حولها على اسم التجمع. فقلت لها انا جايه لك حالا. رحت لها وخدت الولد، فتحوا لي طبعا الامانه شافوا الولد ده كبر، ده شبه امه، مش عارفه ربنا يبارك لك يا حاجه والكلام ده. الناس دي كلها شاهده، انا مش بكذب. حلو. بس فالمهم فتحوا لي الباب، شافت ابنها وبسته وكده، وديتها اللي في النصيب وجبت لها سجاير وروحت. قالوا لي روحي دي مش هتخرج قبل 2-3 بالليل. فروحت استناها تكلمني، ما كلمتنيش الا بعدها بيومين. بعدها بيومين كلمتني، وبعدين قامت قلت لها يا بنتي مش هتاخدي ابنك؟ قالت لي لا انا مش عاوزاه ارميه. وانا ولا اعرف لها طريق ولا اعرف لها اهل ولا اعرف لها حد. فانا من هنا ابتديت امشي في اجراءات ان انا اعمل للولد شهاده ميلاد عشان ادخله مدارس. كان شهر 8 اللي فات 2022 ابتديت رحت لاسم التجمع، قلت لهم يا جماعه امه خرجت وما جاتش خدت الولد، اعملوا لي محضر باللي حصل. عملوا لي محضر، معايا محضر رسمي في اسم التجمع، حولوني عن نيابه التجمع. كان معايا ياسين، انا سميته ياسين. حقق معايا وكيل النيابه، ووكيل النيابه راح صدر ان هو يروح دار راشد اللي في العاشر من رمضان. اللي دي دار ملجا بقى طبعا. ملجا ده تبع الحكومه. بس فطبعا انا اليوم دوت
انا بحكي بالظبط. طبعا المفروض كان الولد يتسلم الاسم، خدوه بقى مني، خدوه على الاسم، وانا روحت على بيته لقيت ظابط اتصل بيا بس معرفوش، قال لي يا حاجه تعالي خدي الولد، مش عارف عمال يصوت ويعيط، والصبح هتغن عشان نوديه. ما طفل صغير عنده اربع سنين. المهم ما صدقت، نزلت من العصير رحت خدته انا في حضني. ورضوى الولد سليم، صحته كويسه؟ هورهولك. قمر. لا وسبحان الله الاطفال دي ربنا بيحط فيها بقى. لا انا بحبه غير عادي، انا بحبه يعني، انا يعني اللي بيربي كلب وبيموت بتعالج نفسي، ده طفل عايش مع امي ليه، وعايش مع اخوات، وليه بيت، وتاكل ايه يا سين، وبتحب ايه يا سين، وكل يوم النادي في الرحاب والصور عندي، فجاه يبقى في دار ومش لاقينا كلنا حواليه، انا نفر واحد غايب عن بيتي، انا حاسه روحي بتروح مني. ما بال هو الطفل يعني، مدير الدار نفسه يقول لي الولد تعبان، الولد ده فرض واتفرض عليه وهو غصب عنه. احنا مش بايدينا حاجه، احنا لو بايدينا حاجه نساعدك بيها ونساعده كنا نعمل. انا من هنا بقى التجأت، قلت طيب اروح امشي رسمي، قدمت طلب في وزاره التضامن واتعرضت على لجنه عليا وعملت تحليل مخدرات وعملت التحليل النفسي وعملوا لي استعلام الامني ورفضوني، ومش عارفه لغايه دلوقتي رفضوني ليه. مش عارفه يعني، انا مش عارفه. ما قالولكيش اي سبب؟ ما قالوليش ومش راضين يقولولي، مش عارفه رفضوني ليه. الاستعلام الامني طلع تحليل مخدرات ما فيهوش حاجه، تحليل النفسي ما فيهوش حاجه. طب طلبوا مني ده كله ليه؟ قعدوني مع اخصائيه اجتماعيه، قلت لها اصلا انا ياسين انا عامله له مبلغ زي ما عامله لاولادي، انا هعمل له هو كمان المبلغ ده واحطه له في البنك عشان لو جرى لي حاجه يبقى ما يبقاش عبء على اولادي، يصرفوا عليه للمدرسه ويجيبوا له طلبه. انت بتشتغلي؟ انت قلتي وانا بشتغل. انا عندك كوافير؟ وعندي كوافير وكبار البلد زبائني، وهم كبار البلد زباين، عائلات البلد زباين، وانا هبقى زبونت. وانت ده انت على راسي يا استاذه منى، وديكي شايفاني مهتمه بشعري. لا على راسي يا استاذه منى، وبديكير وضفافر واكريليك ما بشيله، وزبايني بيحبوني وانا بحبهم، وانا كمان عشره اكتر من 35 سنه زباين. بس ادي موضوع ياسين، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا تعبانه من غير الولد، انا ميت لي ولد وبنت يوتما من ابوه ميت 96 بعد ما ربيتهم وتخرجوا من الجامعه ماتوا، وربنا بعت لي ياسين. اشمعنى انا اللي ربنا يبعت لي انا ياسين ليه؟ اشمعنى انا ياسين؟ انا محتاجه له وهو محتاج لي، احنا الاثنين محتاجين بعض. بس هو ده اللي انا عاوزه اقوله. انا هحاول اروح عاوزة أوريكوا صور الولد التبتت بلتي اللي توفى. مش عارفة ينفع نحط صور ولا لأ؟ ده لازم، دي اللي هترك الدنيا عشان أقولك، لأن طبعا لازم الناس تشوفه هو في الدار وتشوفه وأنا واخدة بيبي واتعمل له كشف طبي ملهوش فيه خربوش كده، خربوش ملهوش في الولد خربوش. بس حضرتك الولد، بس الولد يعني، بس الولد قمر، بس بص الضحكة بتاعته، بص ضحكته، بص نظافته، دي حفيدتي. بص لا يعني لو اقول لك انا بحبه اكتر من حفيدتي هتقولي انا كدابة. هوريكي بقى صور الدار، بص صور الدار، بص زي ما يكون مخدوم. مش طبيعي الواد، مش طبيعي والواد مش عارف ايه اللي بيحصل. ده يا سيدي والله يا استاذة منى، بصحى الفجر اقول يا رب اعمل لي معجزتك. طب هو يمكن خير لي يا سيدي؟ طب انا اربط على قلبي، ما انا مش عارف، انا مش عارفه والله العظيم، اقول يمكن اللي فيه يا سيدي خير لي. طب اربط على قلبي يا رب.